بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله: وكلم الله موسى تكليما. نعم، أعد. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن كلام الله سبحانه وتعالى يعرف معناه، إما من طريق القرآن، يفسر القرآن بالقرآن، وإما من طريق تفسير السنة بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة بعد القرآن، تفسير القرآن بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الوجه الثالث، يعرف معنى كلام الله من وضع اللغة التي نزل بها القرآن، اللغة العربية، من وضع اللغة العربية، فإنه كلام عربي بلسان عربي مبين، فيفهم معناه من اللغة التي نزل بها. نعم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومن أن يصرح الله جل وعلا بإرادة ذلك المعنى، يعني يفسر القرآن بالقرآن. نعم. ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف الكلام الأول نص يسمى بالنص، إذا صرح الله بأنه أراد كذا فإن هذا نص ولا يذهب إلى غيره من التأويلات. الثاني أن لا يصرح بأنه أراد كذا وكذا، فهذا يرجع فيه إلى القرآن نفسه، يفسر بعضه بعضا. ومنها الوجه الثالث أنه يرجع إلى اللغة التي نزل بها، وهي اللغة العربية. نعم. ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله: وكلم الله موسى تكليما. نعم، يعني وجوه تفسير القرآن أنه أولا يفسر بالقرآن، إذا نص الله على أنه أراد كذا فهذا نص، وإذا لم يأتي نص فإنه يفسر بالقرآن بالآيات الأخرى، وإذا لم يكن هناك ما يفسره من الآيات الأخرى فإنه يفسر باللغة التي نزل بها.
هذه وجوه تفسير القرآن. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. نعم، هذا نص، إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤى بأبصارهم إكراما لهم، ورؤيتهم لله ألذ عندهم من نعيم الجنة، يتلذذون برؤية الله سبحانه وتعالى وتقر أعينهم بذلك. سترون ربكم، فهذا فيه إثبات الرؤية لله، رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة. نعم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، يعني ليلة 15 أو 14، ليلة 14 في ليلة البدر يتكامل القمر، أولا يكون كالعرجون القديم في أول ليلة، ثم يزيد كل ليلة يزيد إلى أن يتكامل في الليلة 14، يتكامل القمر ثم يأخذ بالنقص حتى يعود إلى حالته الأولى كالعرجون القديم في نهاية الشهر. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، أنه أراد الرؤية بالأبصار، يقطع السامع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، يقطع السامع بأن هذا على ظاهره نص من الرسول صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية لله عز وجل، يراه المؤمنون ويكلمهم ويخاطبهم إكراما لهم، وهذا خاص بالمؤمنين، أما الكفار فلا يرون الله عز وجل يوم القيامة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرون الله لأنهم لم يؤمنوا به في الدنيا، حجبهم الله من رؤيته في الآخرة وحرمهم من رؤيته عقوبة لهم وجزاء لهم بعملهم. ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. أبعد هذا يقال إن الرؤية ليست ثابتة في السنة النبوية؟ نعم. إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، هذا لا شك فيه، هذا نص. نعم. فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. نعم، إذا لم يكن هناك نص لمعنى الكلام، وإنما الكلام محتمل
محتمل لعدة معاني، ولم يبين ما المراد منها، فالذي يجزم بمعناه كذب، الذي يجزم بمعناه على هذه الصفة كذب. نعم. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، كذب على الله يعني. نعم. وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. تأويل بالرأي لا بدليل، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة تدل على ذلك، تدل على صرفه عن ظاهره، الأصل أنه على ظاهره، لكن إذا دلت قرينة على أنه مراد، على أنه أراد به غير ظاهره فيعمل بها، أو دل دليل على أنه أراد معنى آخر فيعمل به. نعم. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره لغير دليل، يحمله على خلاف ظاهره من غير دليل، ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل من الكتاب والسنة. نعم. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. قيل الجواب المعنى الجواب نعم. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع يكون صدقا إذا كان عليه دليل، إذا قال معنى هذا الكلام كذا وكذا خلاف ظاهره، وهو خلاف ظاهره ولا عنده دليل على هذا، هذا كذب. نعم. ومن الممتنع أنه يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. نعم. هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل ولا هناك دليل، فهذا صرف باطل هو على ظاهره. نعم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. نعم. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد، ولا يكون هذا في كلام الله أنه يراد به غير ظاهره ولا دليل على ذلك، ما يراد به كلام الله، هذا في كلام الناس. نعم. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قال صاحب المتن، صاحب المتن الطحاوية. وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إيه نعم. إذا كان عنده دليل على المعنى الذي قاله للآية أو للحديث، عنده دليل يدل على ذلك من الكتاب والسنة، هذا يقبل، كلام الله يفسر بعضه ببعض ويفسر أيضا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم،
فإذا لم يكن هناك دليل من الكتاب ولا من السنة على المعنى الذي ادعاه فهو كذاب، نعم، وباطل، نعم. وهذا طريقة المؤولة الذين يؤولون الصفات عن ظاهرها، نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وما اشتبه عليه ولم يعرف معناه فلا يدخل فيه، يرده إلى عالمه، يقول الله أعلم، الله أعلم بمراده، ويسلم بذلك، نعم. أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة كما عند المعتزلة وأشباههم، نعم. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل. العقل لا يقدم على النقل، أولا النقل وهو الكتاب والسنة، ثم إذا لم يوجد دليل من الكتاب والسنة يرجع إلى اللغة التي نزل بها. أما العقل فلا يحكم في كتاب الله سنة رسوله، ما يحكم، نعم. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا النقل، فقدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، أعوذ بالله، والعقل أصل النقل. العقل، يقولون العقل أصل النقل، هو الأصل، يقدمون العقل على النقل، وهذا باطل. ولشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كتاب اسمه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، ويقول إن العقل الصحيح، إن العقل الصريح، العقل الصريح يعني السليم، لا يخالف النقل الصحيح، فإن اختلف فلا بد إما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح، ما يمكن يختلف النقل الصحيح مع العقل الصريح أبدا. وله كتاب في هذا جيد من أجود كتبه، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، ويسمونها العقل والنقل، كتاب العقل والنقل. يقول ابن القيم رحمه الله في وصف شيخ الإسلام ومدحه، يقول واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، نعم. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. نعم، لا يكون أبدا، لا يكون إن العقل السليم يخالف النقل الصحيح أبدا، إن اختلف فلا بد إما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير سليم، نعم. وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. نعم، لا، النقل الصحيح لا يخالفه العقل الصريح أبدا، فلا بد إذا اختلف إما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح، نعم. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، نعم. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح، هذه قاعدة، انتبه. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، نعم. عقل سليم مع نقل صحيح ما يتعارض أبدا، فإن تعارض فلا بد أن أحد الأمرين غير سليم، إما النقل ما هو صحيح وإما أن العقل ما هو صريح، نعم.
فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال. يمكن أن الشارح نقل هذا من كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام بن تيمية. نعم. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته. السمع المراد به النص، الكتاب والسنة. نعم. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. نعم. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره. إذا لم يكن في العقل دليل فإنك تتوقف وتسلم للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعارضه، سلم للرسول، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق، بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. يوحد النقل من الكتاب والسنة، يوحده ولا يجعل معه شيئا آخر، بل يرجع إلى النص وإلى ما جاء في القرآن والسنة، إن عرفناه والحمد لله، وإلا فإننا نسلم لذلك ونتوقف حتى يتبين لنا، أو نسأل أهل العلم، سألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فلا يندفع الإنسان حسب هواه أو يعتد بنفسه وعلمه، لا، ما يعتد بنفسه وعلمه، بل يكون متهما لعقله ومتهما لعلمه بالقصور. نعم. فاللي ما تعرف له اتركه، خله على ما هو عليه، ولا تدخل في تفسيره أو تأويله. نعم. فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. نعم. فهما توحيدان. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: وما ينطق عن الهوى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. أي نعم، توحيد المرسل وتوحيد الرسول بأنه لا يطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يطاع العقل أو يطاع فلان أو علان، بل الذي يطاع مطلقا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا نعم. يرضى بحكم غيره نعم. ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. نعم، أن يلقاه لأنه يحكم على الكتاب والسنة بعقله ومعرفته أو معرفة شيخه أو مذهبه، لا يقدم شيء من هذه الأمور على ما جاء في الكتاب والسنة، إن عرفته فالحمد لله، وإن لم تعرفه فوضه إلى الله سبحانه وتعالى، واسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب، أنك إذا سمعت الحديث الصحيح كأنك سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصدقه تماما كأنك حاضر في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو بينك وبينه مئات السنين. نعم. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ هذه طريقة أهل الضلال، يقدمون ما في كتبهم وما تقوله شيوخهم على كلام الله ورسوله، فالواجب العكس، تقديم الكتاب والسنة على أقوال الشيوخ وأصحاب المذاهب. نعم. فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه، بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله؟ نعم. ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. نعم. قال الإمام الأدلة التي اعتمد عليها الكتاب وهو القرآن، ثانيا السنة وهي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا القياس الصحيح، ما هو بأي قياس، لا القياس الصحيح. نعم. بعد الكتاب والسنة. نعم. قال الإمام أو أحمد. تقول أولا الكتاب، ثم ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، إجماع أهل العلم، رابعا القياس. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم قال الإمام أحمد نعم. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض نعم. قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جده عمرو بن العاص رضي الله عنه نعم. عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه من أبواب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم وبهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه نعم إلى عالمه من هو أعلم منكم من العلماء فإذا لم تجدوا فردوه إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى وتوقفوا حتى يتبين لكم ولا تدخلوا في ذلك بجهل أو تحكمون مذاهبكم على نصوص الكتاب والسنة أو قواعد الجدل التي هي علم المنطق أو ما أشبه ذلك كل هذا مرفوض نعم. ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم بلا شك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صار أعظم من الشرك نعم. ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن نعم. والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقف ما ليس لك به علم الشيء اللي ما عندك فيه علم توقف فيه ولا تتكلم فيه أو تفسره أو تقول معناه كذا وكذا تخرصا نعم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه توقف يعني نعم. ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الأمور الدنيوية أمرها سهل الناس يعرفون الزراعة ويعرفون الصناعة ويعرفون لأن هذه أمور دنيوية الرسل ما جاءت تعلم الناس الأمور الدنيوية لأنهم يعرفونها إنما جاءت تعلمهم الأمور الشرعية الكتب المنزلة وحديث الرسل عليهم الصلاة والسلام نعم.
وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة. أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، الصناعة والحرف والأشياء هذه ما جاء الرسول يعلم الناس فيها، لأنهم يعرفونها بخبرتهم وبتجربتهم، إنما جاءت الرسل لتقيم الدين على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذا العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. أي نعم، الأمور الدينية. نعم. فأما الأمور، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. أي نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أي نعم، ما يسلم الإسلام إلا بهذا، التسليم للكتاب والسنة والاستسلام لهما وعدم الخوض بعقلك أو بمعرفتك، هذا هو السلامة، طريق السلامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها. إذا أردت أن تقف في مكان فلا تقف على مزلة الأقدام يزل بك قدمك وتهوي في المهالك، ما تقف إلا على شيء صلب، شيء ثابت، هذا في الأمور الدنيوية والتجريبية. كذلك لا تقف في دينك إلا على دليل من الكتاب والسنة. نعم. أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. أي نعم. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. كلام عظيم. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم لما في الكتاب والسنة. نعم. وهذا كلام جامع نافع. نعم. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. نعم. بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال فإن المستفتي يجب عليه قبول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. نعم، نقف على هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأن في القرآن آيات متشابهة لا يعرف معناها أحد، فهل هذا صحيح؟ القرآن أنزله الله علينا لنتدبره، نتدبر كله،
وما عرفناه فالحمد لله، وما لم نصل إلى معرفته نسأل أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ما استثنى منها شيء. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأمرنا بتدبر القرآن كله، فما عرفناه فالحمد لله، وما لم نعرفه نسأل عنه أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يعذر بالجهل من يعيش في بلد من بلاد أوروبا ويعترف بأنه مسلم لكن ينكر يوم القيامة أو يشك فيه؟ وهذا يقول: من أنكر يوم القيامة أو شك فيه فهو كافر، فهو كافر والعياذ بالله. لأن الإيمان ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، اليوم الآخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز؟ يعني ما عظم الله حق تعظيمه، ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه حينما فعلوا وقالوا بغير علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصلى على من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله لكنه لا يصلي؟ لا، الذي يثبت أنه ما يصلي، ثبت أنه ما يصلي، لا يصلى عليه. لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا الدولة تمنع أداء الصلاة داخل المدارس الحكومية والأهلية، ووضعت كاميرات لمراقبة من يصلي في المدرسة وتعاقبه، كذلك منعت الخروج من المدرسة وقت الصلاة. سؤاله: هل يجوز أن يصلي الطالب بالإشارة؟ لا، يصلي إذا خرج من المدرسة، ما دام بيخرج في الوقت ولو في آخره صلي إذا خرج. نعم. ذكر حفظك الله في السؤال أنهم يدخلون من الساعة 8 صباحا ولا يخرجون إلا مع أذان المغرب، يقول: فتفوتهم صلاة الظهر والعصر، هل لهم يصلون إشارة؟ يصلون، دينهم ألزم عليهم، ولا يدخلون في هذه المدرسة، يكونون لهم مدرسة، المسلمون يكونون لهم، وهم يفعلون هذا، يكونون لهم مدارس خاصة، يتركون المدارس الكفرية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رجل مصاب بمرض الأعصاب شفاه الله، وقام وصلى بنا وهو كثير الحركة لمرضه هذا، هل تبطل الصلاة خلفه وهو كثير الحركة؟ الصلاة تصح، لكن لا تقدمونه بعد ذلك، لا تقدمونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي، سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز لي أن أحضر محاضرات ودروس علمية لطالب علم لا أعلم له منهجا واضحا؟ الأصل هي السلامة، ما دام ما تستنكر شيء من كلامه فالأصل السلامة، تستفيد منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص ظلمني ظلما شديدا، وأنا أكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل عليه في السجود، يقول: هل قولي هذا حسبي الله ونعم الوكيل في السجود هل فيه شيء؟ ليس فيه شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف تكون النصيحة للوالدين إذا وقع في مخالفة أمر شرعي؟ نعم، بلطف، تنصحهما بلطف ولا تعنف عليهما، بل تأتيهما بأسلوب يليق بحقهما،
ويعينك الله على ذلك، ويفتح الله على قلوبهم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، طالب في إسكان الجامعة، ظل طيلة 4 سنوات إذا صلى الفريضة في غرفته قضاء فإنه يصليها إلى غير القبلة اعتمادا على برنامج في تحديد القبلة، وقد تبين له الآن عدم صحة القبلة التي كان يصلي إليها. سؤاله: ما الواجب عليه؟ لابد من أن نعرف انحرافه عن القبلة، هل هو كثير حيث تكون إلى جنبه أو خلف ظهره فلا تصح صلاته. أما إن كان الانحراف يعني ليس يبلغ إلى جعل القبلة خلفه أو على جنبه صلاته صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المغرب والمشرق قبلة. هذا في المدينة، يعني القبلة واسعة الحمد لله. نعم. اللي ما أرى الكعبة يصلي إلى جهتها، وليس من شرط ذلك أن يصيب عينها، وإنما يصيب جهتها ما دام لم ينحرف عنها صلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: على أن الذي في بلد يسأل الناس يشوف المساجد ومحاريبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يسأل العبد ربه الفردوس مجردا، أو لا بد أن يقول: اللهم إني أسألك الفردوس بلا سابق حساب ولا عذاب؟ يسأل ربه الفردوس. إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى، تسأل الله الفردوس الأعلى، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم. إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ارتد المسلم عن دينه عياذا بالله ثم عاد إلى الإسلام، هل تعود أعماله الصالحة معه أم أنها لا تعود؟ هذا الصحيح أنه ترجع إليه أعماله الصالحة، إذا تاب رجعت إليه أعماله الصالحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: أنا معلمة في دار تحفيظ للقرآن لكبيرات السن، ويحضرن معهن قهوة وشاي وبعض الحلويات، ويدعونني لآكل معهن. سؤالها: هل للمعلمة أن تأكل مع هؤلاء الطالبات أم أنني أمتنع؟ لا، تأكل معهن، هذا شيء معروض للجميع فتأكل معهن، أما لو أعطوها شيئا خاصا بها فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: دعاء الاستخارة هل هو قبل السلام أو بعده؟ لا، بعد السلام. صلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول دعاء الاستغفار، يعني بعد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يبدأ بصف قبل إكمال الصف الذي قبله؟ لا، لا بد من إكمال الصفوف، ولا يبدأ صف حتى يكمل الذي قبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن فضيلتكم منع من ترجمة كتبه إلا بإذن خاص؟ إيه نعم، ما تترجم إلا بإذن مني، وأنا أعمد ناس يراجعونها ويتأكدون منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يحرجوننا بهذه الكلمة، وهي قوله: أسألك بالله أن تعطيني كذا أو تفعل كذا، فهل يجب علي إجابته في ذلك؟ إيه نعم، إذا قال أسألك بالله، من سألكم بالله فأعطوا، سألكم بالله فتعطيه إذا سأل بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المرور أمام المصلي إذا لم يكن قد وضع سترة؟
لا بأس بذلك، إذا احتاج إلى المرور يمر، إذا لم يحتاج هو ما يمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: ما حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد؟ لا يجوز، مع وجود الجماعة تصلي ما يقيم جماعة ثانية، أما إذا فاتت الجماعة الأولى فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت في الصلاة مع الإمام قبيل الركوع، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أنني أبدأ بدعاء الاستفتاح؟ لا، الفاتحة، لأن الفاتحة ركن، دعاء الاستفتاح مستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير أو ما التفسير الصحيح للحروف المقطعة في بدايات السور كألف لام ميم وحاميم؟ الجمهور يقولون: الله أعلم بمراده بها. شيخ الإسلام بن تيمية يقول إنها رمز للإعجاز، إنها رمز للإعجاز، لأن القرآن مركب من هذه الحروف وأمثالها، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بآية أو بسورة أو بعشر سور أو بمثل القرآن، عجزتم عن هذا مع أنه مركب من هذه الحروف التي تنطقون بها. فهذه الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز، ولهذا يأتي بعدها إشارة إلى القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكل حروف مقطعة لابد يأتي بعدها ذكر القرآن: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والذكر الحكيم، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ هي صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، إذا ارتفعت الشمس دخل وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا احتلم الرجل فهل يجب عليه الاغتسال إذا لم ير ماء؟ لا، إذا لم ير ماء فلا اغتسال عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني الاغتسال يكون من الإنزال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وقع صمغ على يدي وحاولت إزالته ولم أستطع، فصليت فيه خمس فروض، هل علي إعادة تلك الصلوات؟ لا، ما دام عجزت عنه صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعار من الليل، الحديث يقول: ما المقصود بمن تعار من الليل؟ يعني استيقظ، تعار يعني استيقظ من النوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء؟ مستحب، إلا في المواطن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه فيها، وإلا فالأصل أن الأيدي ترفع عند الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال قريب منه يقول: وهل للداعي أن يرفع يديه عند الدعاء بين الأذان والإقامة إلى أن تقام الصلاة؟ ما ثبت هذا في هذا الموطن، ما ثبت أن ترفع الأيدي بين الأذان والإقامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول أو امرأة تسأل فتقول: الإفرازات أكرمكم الله الخارجة من فرج المرأة، هل يجب فيها وضوء، وهل هي نجسة؟ أي نعم، هي نجسة، تغسل ما أصابته ويجب الوضوء منها إذا خرجت، لأنها حدث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عملت عملية جراحية ناسور، يقول: فأجد شيئا من الصديد فأضع قطنا على المكان في الصباح وأذهب للعمل،
وفي المساء أنزع هذا القطن فأجد فيه شيئا من الدم والصديد. سؤاله: هل علي أن أغير القطن قبل كل صلاة وأتأكد؟ نعم، إذا أردت أن تتوضأ تغير هذا القطن لأن فيه صديد شيء خارج، وتغسل المخرج ثم تضع عليه أيضا، تعيد عليه القطن الذي يجعل عليه. نعم، تغير يعني تغير عند كل وضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعطاني شخص زكاة لأوزعها على الفقراء، هل يجوز أن أعطي زوجتي وأولادي منها؟ لا لك ولا لمن تلزمك معونته ما تعطيهم منها، لأنك وكيل، والوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: المستمع إلى الغيبة هل هو شريك للمغتاب؟ نعم، إذا أقره على ذلك ولا أنكر عليه يكون شريكا له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حد الإسراف المذموم، وهل هناك فرق بينه وبين الكرم؟ الإسراف المذموم هو التبذير: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا يعني بين، يقول بعض السلف: الحسنة بين السيئتين، الحسنة بين السيئتين، أن ينفق دون السرف ودون وفوق البخل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أخذ من شعره أو من أظفاره هل صحيح أنه يشرع له أن يدفنها؟ لا دليل على ذلك، إنما يلقيها في مكان الزبالة، في مكان الزبالة يلقيها مع الزبالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إطالة الشعر للرجل، شعر الرأس، هل هو من السنة؟ إذا كان على سنة الرسول وكما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم برأسه فهو من السنة، عليه أن يراجع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل بشعر رأسه ويفعل مثله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك يقول السائل: هناك من يقول بأنه لا يشرع السواك في المسجد لأنه من باب إزالة الأذى، فهل قوله صحيح؟ لا، قوله باطل، بل السواك عند الصلاة، يبقى يكبر للإحرام يستاك لأجل أنه سيقرأ القرآن. نعم، ومستحب عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير رائحة الفم. نعم، وبعد النوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا احتضر الميت وكان كافرا فهل يشرع أن يلقن الشهادتين كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب؟ يعرض عليه الإسلام، يعرض عليه الإسلام لعله يسلم ويموت على الإسلام. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل صحيح أن المرأة الحائض تمنع من الجلوس عند المحتضر؟ لا أصل لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص أخرج زكاة ماله 100 ريال وتصدق صدقة تطوع 50 ريال، رجل أخرج زكاة ماله 100 ريال ثم تصدق صدقة تطوع 50 ريالا ثم علم أن الزكاة في ماله هي 150. سؤال: ثم علم أن زكاة ماله هي 150، يعني أخرج أكثر من الواجب عليه؟ لا، أخرج أقل، ويريد أن يحسب الصدقة على أنها زكاة. لا، على النية، ما على النية، نوى تطوع فلا يجعل التطوع واجبا، فعليه أنه يخرج البقية من زكاته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يمشي في المسجد بنية الرياضة، يقول والصحة، هل ينكر عليه ذلك؟ لا، ما ينكر عليه ذلك، لا ينكر عليه ذلك، لأنه يحتاج إلى المشي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ترك صلاة واحدة أو أكثر متعمدا ثم تاب، هل يقضيها؟ إن كانت قليلة وبإمكانه قضاؤها يقضيها، أما إن كانت كثيرة فإنه لا يقضيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا صلت المرأة صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، فهل تجهر بالقراءة؟ إذا لم يسمعها الرجال فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صلاة الضحى كم عدد ركعاتها وما هو وقتها؟ أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. وما وقتها الفاضل؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط فوق الرؤوس ينتهي وقتها، إذا توسطت فوق الرؤوس ينتهي وقتها، يصير هذا وقت نهي لا يصلى فيه. نعم. وهو وقت يسير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز استخدام العدسات الملونة في العينين لأجل الزينة؟ هل يجوز استخدام العدسات الملونة في العينين لأجل الزينة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم العقيقة عن المولود؟ سنة مستحبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل وهي يقول: من حق المولود على والده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا تاجر وعندي سلع في المخزن أبيع منها وقد ارتفع سعرها في السوق، فهل حلال علي أن أرفع في سعرها عند البيع؟ نعم، تبيعها بما تساوي، تبيعها بما تساوي، ولو ارتفع عن وقت شرائها لا بأس، هذا رزق ساقه الله لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صيام القضاء، صيام القضاء، هل يلزم تبييت النية فيه؟ إيه نعم، كل صيام واجب فلا بد أن تكون النية فيه قبل طلوع الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بملابس شفافة تحت جلال الصلاة؟ تقول إذا كانت ساترة، الجلال هذا ساتر لما تحته فلا بأس بذلك. نعم. وعليها عباءة وعليها جلال ساتر لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة أثناء الصلاة، فهل ينيب أحدا ليتم بالمأمومين؟ لا، هذا داخل للصلاة على غير طهارة، فالذي أداه منها غير صحيح، وخليفته يبدأ الصلاة من جديد، يبدأ الصلاة من جديد، أو يقول للجماعة انتظروا ويذهب يتوضأ كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما تقدم وذكر أنه دخل في الصلاة وذكر أنه على غير وضوء، التفت إليهم صلى الله عليه وسلم وقال: مكانكم، ثم ذهب وتوضأ وجاء وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الحجامة هي من السنة والمستحب؟ مباحة، لا ما هي من السنة لكنها مباحة، لأنها من العلاج، نوع من العلاج، والعلاج التداوي مباح، تداوي مباح، ومنه الحجامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل
وضع الوشم في جسمه ولم يكن يعلم أنه حرام ثم علم، هل يجب عليه إزالته؟ إذا كان يستطيع إزالته يزيله، أما إذا كان ما يستطيع فلا حرج عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا أذهب إلى مكة وأقوم بعمل عمرة عن والدي الذي توفاه الله، سؤاله: هل أجر العمرة يكون عني وعن أبي أو هو خاص بأبي فقط؟ لا، خاص لمن نويته له، لكن أن تؤجر على البر بوالدك، تؤجر على البر بوالدك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يصلي الصلاة المشروعة داخل الكنيسة؟ إذا كانت طاهرة ولا أمام الصور ما في بأس، إذا كانت طاهرة ولا أمام الصور فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قول كلمة فلان يستاهل إذا حصل على أمر طيب؟ لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عدم الماء والتراب أو لم يستطع استعمالهما فماذا يصنع إذا أراد الصلاة؟ صلي على حاله بلا وضوء ولا تيمم، لأنه ما يستطيع أحدهما، يصلي على حاله. نعم. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وضع حرف صاد بعد وضع حرف صاد بعد ورود اسم النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا، هل هذا أمر جائز؟ لا، هو جائز. يقول صلى الله عليه وسلم، يكتبها وينطق بها ولا يجعل صاد فقط، لأن يعني بعضهم توهى منه اسم الرسول صاد، بعضهم يقول صلعم فيظن اللي يجي بعده أن الرسول اسمه صلعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في البنطلون الذي يكون ضيقا ويبين الجسم؟ يكره هذا، اللي يبين تقاطيع البدن يكره هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل إذا سلم من الصلاة مع الجماعة فإنه يخرج سبحة يقول طويلة، هل هذا أمر جائز ويسبح بها؟ إذا كان يعتقد أنها فيها فضل فهذا لا يجوز، أما إذا اعتقد أنها للعد فقط فلا بأس بذلك، مثل الحصى ومثل أصابعه ومثل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صليت خلف إمام يسرع جدا في صلاته، السؤال: هل أعيد هذه الصلاة؟ إذا كنت تركت شيء من الأركان كان الصلاة فلا بد من إعادتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كنت في صلاة نافلة ونودي للصلاة على الميت على الجنازة فهل أقطع هذه النافلة؟ لا، أكملها خفيفة وتلحق على الصلاة، حتى لو لحقت على باقيها إذا سلم الإمام تكمل الصلاة بالتكبيرات الباقية. نعم، قبل أن ترفع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إذا عطس المسلم وحمد الله عز وجل فهل يلزم الجميع أن يشمتوه؟ يكفي واحد، هذا سنة كفاية. نعم. وكذلك حفظك الله يقول: إذا كان الإمام في الخطبة في خطبة الجمعة وعطس وحمد الله فهل للمأموم أن يتكلم ويشمته؟ لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم، أو امرأة تسأل فتقول: ما حكم أن تجمع المرأة شعرها وترفعه فوق رأسها؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: كأسنمة البخت المائلة، يصير كأن لها رأسين، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والبخت البخت المراد بها إبل المشرق، لها لكل واحد سنامين، يكون رأس المرأة مثل البخت
التي لها سنمان لها رأسان، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فتحت في البنك حسابا جاريا وقام البنك بإعطائي هدية، هل يجوز لي أن أخذها؟ لا، لا تقبلها، خذ حسابك وخلاص، يكفيك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان المؤذن جنبا إذا كان المؤذن جنبا على جنابه، فهل يجوز له أن يدخل المسجد ليؤذن ثم يرجع فيغتسل؟ أي نعم، إلا عابر سبيل، إن كنتم جنبا إلا عابر سبيل، فالجنب له يدخل المسجد ولكن لا يجلس وهو مار إلى أخذ شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، وكانت حائضا، قالت: إني حائض. قال: ليست حيضتك بيدك، اليد ما فيها حيض. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.